إمتى التغذية الصحية بتصير خطرة؟ موضوعنا اليوم مع ناتاليا غيبي إيت سمارت. صباح الخير ناتالي. هاي كيفك ستيف؟ نحن بنعرف إنه بس ناكل صحي دونك ما في خطر. صح. بس يمكن في مأكولات إذا كترنا منهم حتى لو صحية مثل اللحمة يمكن فكرت فيها. امبارح كنت عم بحكي عنها. امبارح موضوعنا كان عن اللحمة وإذا لازم ولا ما لازم اللحمة لازم من ما تبعتك رح شوف الريران. لازم تحضري رح ارجع شوف الريران. انا اليوم بدي احكي عن اكيد نحن مهم كثير انه نضلنا نتبع نظام غذائي صحي لانه بالنهايه بيساعد لمكافحه كثير من المشاكل الصحيه والوقايه منهم. بس اوقات وقت اللي شخص يصير مهووس بالنظام الغذائي شو ما كان النظام الغذائي إذا كان لتخفيف وزن أو حتى كمان وقت اللي نحكي عن النباتيين الإكستريميست يعني اللي بيكونوا بيصير النظام الغذائي شو ما كان بيصير هوس عندهم بيصير إذا ما قدروا يطبقوا هالنظام الغذائي اللي هن حاطينه لحالهم بيمرضوا بيتضايقوا نفسياً دونك هيدي بصير هون في مشكلة يعني مثل وقت اللي نحكي عن اضطرابات السلوك الغذائية هالمشكلة هاي هي من اضطرابات السلوك الغذائية هلا بعد ما نعملها ديفينيسيون معينة بس هي تعتبر اضطراب سلوك غذائي اللي هي أورتوركسيا يعني وقت اللي نحنا بيصير في عنا هوس إنه نقدر نتبع نظام غذائي معين كل الوقت وكل الوقت يعني بيصير الشخص عادة بيكون مهووس بيصير مثلا ببطل يظهر لأنه إذا خلينا نقول ما بده ياخذ بده ياخذ أورجانيك فود بده ما بده يحط بيستسايدز بيصير ما بيعود يظهر لأنه منه واثق من الأكل اللي عم بياخده موجود برا بيصير هو بيختار مأكولات معينة وإذا هالمأكولات المعينة منه موجودة بالأطباق تبعوله ببطل ياكل وفي بعض الأشخاص ممكن إنه توصل تخسر وزن بيصير في عندها سوء تغذية كرمال هيك عم نحكي عن اضطراب مش كرمال هيك عم نحكي انه بيصير مشكلة صحية بيصير الهيلثي ايتينج بيبطل يفيد بالعكس بيصير يؤدي لسوء تغذية بيصير يؤدي كمان لستريس زيادة واذا ما انا ما قدرت اطبق هالنظام الغذائي بحس حالي بكتئب وما بنبسط غير وقت اللي يكون انا مسيطره على الموضوع مسيطره على هالنظام الغذائي اللي هو في يكون اورجانيك في يكون فيجيتيريان في يكون وهول الاشخاص كمان بياثروا على غيرهم بالعائله بيصيروا بدهم انه غيرهم كمان يتبع ذات الطريقه بالاكل هلا مش يمكن اذا ام بتاثر صح على اولادها على زوجها صح هلا المشكله منا بس انه لانه اوقات التغذيه الصحيه اذا الام مرقتها لاولادها بالعكس هيدا الشيء لا اذا الاوفر عم نحكي بس وقت اللي يصير الحياه بتتغير النفسيه بتتغير وحتى هيدا بياثر على الصحه يعني وقت اللي نحكي عن اورتوركسيا الاشخاص ممكن يوصلوا بمرحله ما يصير عندهم سوء تغذيه لانه ما بقى يوثقوا بشيء حواليهم مثلا بيعملوا ديتوكس لانه بحسوا حالهم انه هن في عندهم مشكله بحاجه انه يفضوا جسمهم من كل هالرواسب اذا كانوا بدهم يتبعوا كلين دايت واللي بيشجع هالنوع من اضطرابات السلوك الغذائيه هو قد ما بنشوف وقت اللي الشخص بيكون عم بيتبع حميه غذائيه وبحس حاله جلتي يعني بحس حاله مذنب انه يي لا انا مثلا اكلت شيء منه اورجانيك او اخذت اكلت بصير فيه هالاحساس بالذنب اللي مع الوقت عند اشخاص معينه يعني انا ما عم بقول انه كل شخص بيتبع حميه غذائيه صحيه او سليمه لما بتكون الحاله مرضيه مزبوط بس تكون الحاله مرضيه هون بنصير نحكي عن اورتوركسيا هلا الأورتوركسيا بتبلش يمكن بحيلا نوع حمية غذائية وهيدي منشوفها كتير بالعيادة وبتصير تتطور لخوف لاضطرابات بسيكولوجيك هي بالنهاية بتأدي لمشاكل تغذية من ميل تاني
هلا عادة الأشخاص اللي أكثر شيء معرضين لهالمشكلة هاي وعم بتزيد، يعني هيدي من المشاكل السلوك الغذائية اللي تعتبر جديدة يعني إذا بدنا نحكي كاضطرابات سلوك غذائية، لأنه مثلا الأكثر شيء بيأثر عليها هي السوشيال ميديا، وقت اللي نحكي كلين فود، وقت اللي نقول بس دايما الأكل يكون فيه معه كونوتاسيون جلتي يعني أو إحساس بالذنب، هون منكون نحن عم ننمي عند أشخاص بيكون عندهم بروفيل شخصية معينة، يعني بيكونوا هن بيرفكسيونيست، بهمهم أنه يكونوا يسيطروا على الوضع، منأثر عليهم بشكل أكتر. والأشخاص اللي معرضة أكتر من غيرها هي أكتر شيء الأشخاص اللي مثلا منلاقيهم كتير بين تلميذ اللي بيعملوا تغذية، بيفوتوا بدراسات عن التغذية، لأنه هن قد ما عندهم هالإحساس بالسيطرة على الأكلون، الأكل فينا نسيطر عليه بس غير إشياء يمكن ما بيقدروا يسيطروا عليها بحياتهم، دونك بيفوتوا بمجال التغذية بس تي يقدروا يعملوا كنترول أكتر على نظامهم الغذائي. منشوف كمان أشخاص بيعملوا كتير سبور، إنه أتلات عادة، تيقدروا يسيطروا على نظامهم الغذائي بيصيروا كتير مثل أوبسيدي بي أوكي أنا أكلت كاربز، ما لازم اكل كاربز، اذا اكلت اذا اخذت باستا او اخذت خبز او في مشكله بدها تصير بحس حالي كئيبه، خمس ساعات سبور تيحرقوا الكالوريز إيه، وبحسوا حالهم كئيبين، ما بيعودوا يظهروا لانه بيعرفوا انه محل ما راح يكونوا راح يكون في راح يكون في خبز راح يكون في باستا، دونك بيجربوا يبتعدوا عنها. نوع من الدبريسيون منا ديبريسيون إذا بدنا نصنفها، هي حسب الـ يعني تصنيف هالأنواع من السلوك البسيكولوجي، هي منا كآبة، هي تنحط بخانة شبيهة كتير للأنوركسي، لأنه في الأشخاص في بعض الأشخاص اللي بيكونوا أورتوركسيك ممكن يصيروا كمان تؤدي للأنوركسي، دونك هون بعدها هيدي شغلة ريلاتيفمون منا كتير مصنفة بطريقة واضحة. هلا في أدوات ممكن إنه نعرف إذا الشخص إيه أو لا عنده هالمشاكل السلوك الغذائية، إذا كان هو أورتوركتيك يعني فيكون ببلش جاي عنده نظام غذائي بده يخفف وزن، بعدين بيصير مهووس بهالشغلة هاي، ما بيعود يأكل ما بيعود يظهر، دونك بتصفي هيدي مشكلة صحية. ومن الأشياء اللي يمكن الأشخاص ما واعية إنه هي عم تعمل شيء غلط، يعني هي وقت اللي تتبع هاللاين اللي هي حاطة حالها فيها بتحس حالها مرتاحة، بتحس حالها مبسوطة، وكل شيء بيخرج عن هذه حيدا بخلي هالأشخاص هاي تحس حالها إنه لا أنا عم بعمل شيء غلط، لا أنا حس حالي إنه لا I need to detox، لازم أعمل detox. شو لازم يعملوا هالأشخاص؟ هلا أكيد لازم الوقت اللي نكون بدنا نعمل حمية غذائية أهم شيء ما نخاف من الأكل، ما نخاف من الباستا، ما نخاف من اللحمة، ما نخاف من الشوكولا، لأنه بالنهاية واحد بده يأكل وهو الأشياء موجودة، إذا بنعرف نعمل إكليبر بنظامنا الغذائي هو كلهم ممكن إنه نحن ندخلهم بنظامنا الغذائي. لازم أكيد نستشير اختصاصي علم نفس، أنا صحيح اختصاصية تغذية بس أنا لازم وجه هالشخص هيدا إذا حسيت إنه عنده. عند مين لازم يروحوا قبل؟ هلا يعني لازم الاثنين يشتغلوا سوا. لازم الشخص إذا كان اختصاصية التغذية شافت إنه هالشخص هيدا عنده مشكلة لازم تحول هالشخص لا عند اختصاصية طب نفس أو بسيكولوج، لأنه بالنهاية المشكلة هي هون، المشكلة هي بسيكولوجيك، بس هذا ما بيعني أنه ما لازم يكون في متابعة من قبل اختصاصية التغذية، لأنه في ريبركسيون، في تأثير على النظام الغذائي وعلى الصحة الغذائية عند هالأشخاص هاي. كمان شغلة لازم ننتبه لها هي أنه ما لازم نمرق، كنت عم تقولي أنه الأم بتمرق لأولادها، مظبوط كتير وقت اللي نشوف أوقات أميت بيقرروا ما ياخدوا غير سلطة أو ما ياخدوا غير خضرة، بيمنعوا حالهم عن أنه يتبعوا حميات غذائية، الولاد بيتأثروا مظبوط ووقت اللي يكون بيعملوا العكس صح، مشان هيك الناس مختلفة، يعني مش كل الناس عم تتبع حمية غذائية بيصير في عندها مشاكل سلوك غذائية، في بروفيل معين من الأشخاص هن معرضين أكتر من غيرهم أنه يصير في عندهم مشاكل سلوك غذائية. إذا الولد بيشوف أمه هيك وهو عنده ديجا بريديسبوزيسيون، عنده يمكن شخصية معينة
بيرفكسيونيست، بهمه أنه هو يكون مسيطر على كل شيء. مع الوقت ممكن أنه هل تغذية الصحية تتحول لمشاكل صحية. نفس الشيء عند الأولاد اللي منجبرهم ومنخليهم يتبعوا حميات غذائية كتير قاسية لأنه عندهم زيادة وزن. ممكن هالشيء هيدا يتحول خاصة بمرحلة المراهقة ولاحقاً يتحول لمشاكل سلوك غذائية منها أو أنوركسي أو بوليمي. صح، مشان يعني هيك الأكل والنظام الغذائي الصحي منه أساس، ما لازم يكون ستريكت، لأنه بالنهاية لازم الواحد يكون واقعي، لازم يكون تكون الشغلة سلسة وما تأثر على نفسية حيلا شخص لو شو ما كان النظام الغذائي. لازم ناكل من كل شيء ولكن باعتدال. باعتدال صح، هيدا السلوغان. ميرسي ناتالي، هاف ا نايس داي. مشاهدينا وقفة ومنتابع سوا اللايف.